جوج ثلاثة. قلت الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية طبعا كانت موفقة من حيث التنوع في الطروحات التي قدمت من طرف أكاديميين حول تجارب في مجالات مختلفة علمية تاريخية وغيرها من الاختصاصات الأخرى، وفعلا لمسنا تجاوب ولمسنا أيضا تفاعل مع الطروحات التي قدمت، كذلك أيضا لمسنا إرادة في التعلق بالشعارات والمبادئ المرفوعة، ونتمنى أن تكون هذه وما قدم في هذه الجامعة قد رخص في أو رسخ في الذاكرة الحاضرة لتترجم كسلوكات في مجال النضال السلمي الذي تخوضه الجمهورية العربية الصحراوية لوصول إلى حل سلمي يضمن حق هذا الشعب في حقه في تقرير المصير كما هو جاري عبر الأمم المتحدة والشرعية الدولية. شكرا أستاذ.